المخزنية، كل شيء كيعرفهم، كل شيء كيشوفهم، الحكومة ديالو، الدرب ديالو، ولا في الأسواق القروية. لكن واش حنا عارفين منين جاو، كيفاش تخلقوا، وشنو هي الأدوار الرئيسية الموكولة لهم؟ أجيو نشوفوا قصة هذا الجهاز اللي كيلعب واحد الدور مهم في المنظومة الأمنية بالمغرب جنبا إلى جنب مع باقي عناصر القوات العمومية الأخرى. قبل من الاستعمار سنعرفوا بأن المغرب ما كانش أرض خلاء أو أرض بدون بنيات أو مؤسسات، بل كانت عنده المؤسسات ديالو اللي كيمثل بها السلطة، كتمثل في القيد وفي المحتسب وفي المخزني. لكن تحول متى غيوقع؟ هو من قصفات فرنسا الميناء ديال الضربدة عام 1907 واحتلت المدينة. آنذاك أرسلت الجنرال ألبير داماد لإخماد الثورات ديال القبائل الشاوية، خاصة بالمذاكرة وولاد سعيد. وهذا الجنرال ألبير داماد في نوفمبر 1908 قام بخلق فرق لقومي، يعني القوم أو القوم اللي هما اعتمد عليهم لإخماد ذوك الثورات. ولكن هذا الموروث اللي خلقه ألبير داماد من نجال اليوطي في عهد الحماية خلق يعني المحلة السلطانية، أي المخازنية اللي كانوا في خدمة السلطان، وخلق الحرس البلدي في المدن، يعني تمنيات البلديات اللي كانوا آنذاك. أما في الجانب الدفاعي فحافظ اليوطي على القوم الحربي لقومي. من بعد ما استسلمت فرنسا في الحرب العالمية الثانية بسبب الاحتلال النازي للتراب الفرنسي، اشترط هتلر على فرنسا تقزيم القدرات العسكرية ديالها المنحدرة من المغرب، أي القوم أو لقومي، بحكم أن هتلر عانى كثيرا في الحرب مع لقومي ماروكان بشدة بأسهم. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت فرنسا بدمج كل هذه الوحدات في خانة واحدة سمتها لي فورس اوكسيليار، أي القوات المساعدة. لكن بالفرنسية تحمل هذه التسمية مدلولا ناقصا إن لم نقل قدحيا، على اعتبار أن اوكسيليار تفيد قوة زائدة وليست مهمة، علما أن التعبير باللغة العربية هو الأسلم، مساعدة. وبالتالي كان الأولى أن يتدخل المشرع لتغيير الاسم الفرنسية إلى فورس داسيستانس. من هنا ولدت تلك الدونية التي ظلت النخب المغربية تنظر بها إلى جهاز القوات المساعدة. لكن مع اندلاع حرب الصحراء وما أظهره المخازنية من بلاء حسن في مواجهة أعداء الوحدة الترابية، لكون أفراد القوات المساعدة كانوا في الخط الأمامي لمواجهة العسكر الجزائري وعناصر البوليزاريو، عاد التوهج إلى عناصر المخازنية. المنعطف المهم في تاريخ القوات المساعدة بل في تاريخ المنظومة الدفاعية والأمنية ككل بالمغرب هو عام 2000، حيث تحول الورش الأمني تحديثا وعصرنة وتجهيزا وتكوينا إلى ورش رئيسي في عهد الملك محمد السادس، وهو الورش الذي تفرع إلى 5 أضلاع: الجيش، الدرك، الأمن الوطني، القوات المساعدة، ثم الضلع الاستخباراتي بشقيه الداخلي والخارجي. لكن النضج يعني بلغ مداه في إصلاح يعني جهاز القوات المساعدة بإصدار ظاهر 15 فبراير 2018 الخاص بالمخازنية. وهذا الظاهر أغنى الترسانة القانونية الخاصة بهذا الجهاز، وتم بمقتضى هذا الظاهر إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها وتكريس الطابع العسكري للمخازنية. زمن كورونا بان دور البارز للمخازنية بحالهم بحال باقي عناصر القوات العمومية الأخرى. والأمل يبقى هو أن المشرع المغربي يتدخل ويعطي لضباط القوات المساعدة الصفة الضرطية ولو في الجناح الصغرى لتخفيف العبء على رجال الأمن وعلى رجال الدرك وتجويد المنظومة الأمنية ككل. اليوم حين نشاهد مخزنيا وهو يقف في سد إداري لا نشاهد فيه صنما أو إكسسوارا، بل نشاهد فيه قيم الوفاء والتضحية وروح الجندي الذي يحميك بعيونه وحياته. فلنعد إلى القوات المساعدة سموها وشموخها حتى تغدو القوات المساعدة قوات ماردة بالمعنى الشامخ والنبير للكلمة.